بكره طبعا مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه لكل مظبوط في نادي فيوتشر. نهائي كاس السوبر مع نادي كبير وعظيم زي النادي الاهلي دي حاجه لوحدها حاجه كبيره جدا. الحاجه يعني الحلو اللي احنا وصلنا الحمد لله للنهائي السوبر ده وبتقابل النادي الاهلي. طموحنا والطموح اللي هو المشروع لكل الناس عايزين نفوز بالكاس، ده المشروع الطبيعي لاي فرق اي فرقتين بيتنافسوا على حاجه، كل فرقه عايزه تفوز باللقب ده، فده الطموح ده مشروع لمدن فيوتشر. اكيد اكيد النادي الاهلي يعني بطولات حدث ولا حرج، لكن مدن فيوتشر بيتمنى يبقى في بطوله، وده ده طبيعي في اي منافسه. مع لعيبه عارفه عن ايه بطولات وعندهم طموح وعايزين يوصلوا دايما في اي بطوله لاقصى حاجه الحمد لله، يعني الكونفدراليه الحمد لله اصلنا خطوه ونتاهل للدور اللي بعده، دي حاجه خطوه مهمه لان احنا كان في سنتين مدن فيوتشر ما بيطلعش دوري المجموعات. الدوري لحد ما ماشي كويس، السنه دي وصل الحمد لله رب العالمين على في كاس السوبر في النهائي، فكل دي على فكره دي كل دي حاجات ايجابيات، يعني كلها ايجابيات الحمد لله، ما فيش حاجه سلبيه. تفكر بقى في نتيجه بكره، مش بكره ما فكرش في النتيجه خالص، انا كل اللي بتكلم مع اللعيبه ان بكره بطولة في ملعب المنافس حاجة يعني حدث ولا حرج عليها، مش عايز اتكلم عن النادي الاهلي عشان انا شهادتي مجروحة شوية في النادي، لكن هي في الاخر 90 دقيقة والله اعلم توصل لايه مع فرقتين كل واحد عايز يفوز.